السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين في احسن الاحوال وما يكون ناقصكم حتى شي خير يا ربي، انتم والعزاز عليكم. فيديو جديد كما كتشاهدوا معايا اليوم، غادي نخرجوا شي شويه من الدار وغادي نخرجوا ناخذوا شي شويه تاع الطاقه ونبدلوا شويه الجو وناخذوا الاكسجين، نحاولوا نستنشقوا اكسجين نقي. اليوم كما كتلاحظوا معايا جيت لواحد لو بارك اللي ما بعيدش من الدار، يعني جوست اكوتي جوست حدايا، ديت وليداتي ليكول وجيت انايا مره كنجي كندير لا مارش، ماشي ديما مي مره شحال هادي كنت كنديرها، من دابا وليت كنعكس شي شويه. وكما كتلاحظوا معايا الجو بارد، ودرت لي باسكيت تاعي ودرت يعني لابسه حوايج تاع يعني كونفورتابل تاع الرياضه، ودرت لا دودون الحال بارد، مي هذا ما يمنعش نخرجوا ونمارسوا، يعني ما غاديش نقول غادي نمارس الرياضه مي غادي ندير لا مارش. جريت شي شويه ماشي بزاف، اون توكا يعني جددت الطاقه تاعي. وهذا لو بارك هذا كيعجبني سيرتو الصباح، ما كيكونش عامر بزاف، كيكون فيه غير الناس اللي كتجي كتمارس الرياضه تاعها، ناس كدير لا مارش فوالا. يعني فاش واحد كيخرج يعني كيتمشى كيشم هواء نقي، يعني كيبدل كيحس براسو، يعني بحال سبحان الله ما شنو دار، يعني صافي كو دو بيان فاش كنتحركوا شي شويه، ما كنبقاوش غير الدار ولا المكازا ولا سيرتو فهاد الوقيته هادي اللي كنمروا بها، ما كنمشيوش بعيد، يعني كنبقاو عندنا الخرجات محسوبين شيئا ما. وفاش كنسمع زقزقه العصافير كما كتلاحظوا معايا، يعني شيء يعني كينشطنا سبحان الله، يعني ما كاين احسن من الطبيعه. وفوالا وهنايا يعني ضربت دورة على لو بارك كولو، يعني لو بارك كبير، وبالنسبه لهنايا اللي بغا فريمون يهبط لي كالوري كاينين هذوك الدروج يطلعوا يهبط، انا ما طلعتش هبطت فيهم. كاينين الناس اللي كتبغي يعني تطيح لو بوا، كنحاول هنايا كنزومي باش تشوفوا هذيك البلاصه راها هابطه، مي كاينين دروج اللي كيطلعوا، يعني هاد لو بارك كولو جا جامد جوج مدن، يعني الناس كيجيو من جميع النواحي داير ليهم، كاينين دروج من اربعه تاع لي كوتي تقريبا. وفوالا انا كنحاول ناخذ لكم واحد الصوره باش تاخذوا فكره. هنايا كما غادي تشاهدوا معايا من البعيد كتبان لا ديفونس وناسيون ولا توري فيل، كنزومي باش كتبان. هاد لو بارك جا عالي شي شويه، جا شاد، يعني عنده فحال نقولوا نظره على باري. وفوالا هنايا الناس كما كتلاحظوا معايا كيجريو كيديروا السبور تاعهم. وانا من بعد ما حرقت شي شويه لي كالوري ماشي بزاف، عاد جيت كنصور معكم كنرتاح. انا من النوع اللي كيتفكر لا مارش ولا رياضه مره ماشي ديما، يعني ما نكذبش عليكم نقول لكم انا من النوع اللي كيخرج يجري ولا كيتبع شي نظام بحال هكذا، لا ما كنديروش، يعني مره كندير هكا، يعني كنبغي المشي مزيان. كنبدلو من طوموبيل ولا من ترونسبور، يعني صافي دو بيان مره واحد يحاول يمشي واحد يعني واحد المسافه تكون شي شويه، يعني تمشى واحد 30 دقيقه مزيان، انا مره كنديرها. واخا كنعياو الغد لي كنحسو بلي كورباتور بارتو، ولكن معنيش مزيان لوكور. هنا من بعد ما دخلت للدار ودوشت ومهم جمعت الداريتو، جيت كنحضر لي بانكيكس. انا اليوم جيت غادي يعني فيديو اليوم غادي يكون كيفاش دوست نهاري، غادي نشاركو معكم وان شاء الله لا غوسيت تاع هاد لو بانكيكس الا بغيتوها ان شاء الله غادي نحطها لكم. ورا هاد الفيديو الى كتاب باش ما يجيش طويل، انا اليوم مهم بغيت نوريكم النهار تاعي كي داز، وغنشارك معكم واحد المقشر اللي درتو للجسم تاعي، وكنديرو حتى الوجه
هو اللي كندير يعني المفضل عندي، هو اللي كنديرو ديما سيغتو لو كور. وهنايا من بعد ما طابلينا يعني انا صايبت لي هنايا درت قهوه كحله ودرت سيريال. هاد السيريال هذا دابا نوريكم انا الشكل اللي كناخذ، وهو هذا كيما كتشاهدوا معايا. وهنايا داك بانكيكس درت ليه بنان وشكلاط وشويه تاع لا كريم شانتيي وشويه تاع اللوز افيلي وتفاحه ومورسو تاع جاتو. وهنايا الحليب اللي كنديرو على السيريال وهذاك فيتامين سي. صراحة الله ما خديتش هادشي كله، راه بزاف ما كليتش الكاطو وما خديتش سيريال باسكو هذاك بانكيكس كان كافي فيه كل شيء يعني تبارك الله غير وحده يعني ساليتها بزز. ولكن انا من النوع اللي عيني كبيره خصني نحط الحاجه تكون يعني الفطور يكون زعما عامر قدامي في الطبله وعاد ناخذ الحاجه اللي بغيت. وماشي كل نهار كنفطر يعني بنفس الفطور، يعني كل نهار كنغير كناخذ زويته بلديه وفرماج وعسيله مع لو بان كومبلي. هذا هو السيريال اللي كيعجبني، هذا سيريال تاع الزرع وفيه شوكولا نوار يعني زوين، يعني كنصح به الناس اللي يعني كتبغي شي حاجه زوينه. هاد لا مارك هادي زوينه سيرتو سيريال دوبلي يعني شي حاجه زوينه للصحه. وهاد المقشر اللي بغيت نشاركو معكم تاع الجسم اللي كيجي رائع يعني من بعد ما غادي ديرو ان شاء الله تردو عليا. هنايا كنحتاج الزيت تاع الكوك وكنحتاجو القهوه اللي كتبقى لنا من بعد ما كنشربوها، داك الرخيخ تاع القهوه والعسل. وهنا كيما غادي تلاحظوا معايا انايا هاد الماسك هذا، المهم انا غادي نقول لكم هنايا استعملت تقريبا جوج معالق صغار تاع زيت الكوك، وغادي نضيف لهم جوج معالق صغار تاع العسل، وغادي نضيف لهم هنايا غادي تلاحظوا معايا. بالنسبه هنايا القهوه ما غاديش نقول لكم الجرام يعني بالضبط يعني في هذا الماسك، غادي نديرو حنايا عينا ميزاننا يعني القوام اللي غادي نبغيو يعني نخدمو به. الا بغيناها يجي الماسك يجي مطلوق ولا بغيناه يجي جامع راسو يعني قاسح، انا هنايا غادي نديرو بين وبين. انا غادي نستعملو كنبغي نديرو بين وبين لانه كيكون مغذي. تعرفوا العسل يعني احسن حاجه يعني البشره ولا الجلد تاع الجسم وتاع نواد كوكو، الزيت تاع نواد كوكو حتى هي فايت ليا وذكرت لكم منافع تاعها في الفيديو اللي شاركت معكم مقشر تاع الوجه تقريبا نفس المقشر، غير هنايا ما درتش السكر البني غير العسل، ودايره زيت الكوك ودايره هنايا القهوه. هنا السكر ما غاديش نديرو لان هذا الماسك هذا درته وغادي نجمعو في الثلاجه، يعني غادي نستعملو كل مره نبغي نغسل هكذا وجهي ولا نبغي نديرو لوكور تاعي. يعني ما غاديش ندير بزاف، غادي ندير غير شي شويه، يعني هنايا غادي نقدر ندير فيه جوج استعمالات. وبغيتو ديرو اكثر ديرو اكثر، غير هو هذا الماسك هذا انا علاش ما درتش فيه سكر، السكر تعرفوا الا بقى غادي يذوب سكر حبيبات، الوغ قهوه ما كتذوبش كتبقى هي ما كتبوجيش. والزيت والعسل حتى هما راه كيندمجوا مع هذا الخليط تاعنا كيبقى مزيان. وهنايا هذا هو القوام اللي درت، يعني كما كتلاحظوا معايا كيجي بين وبين. كنحاول كنديرو لو كور تاعي ولا الوجه تاعي على هذه الطريقه الدائريه، ديما كنديروه بطريقه دائريه. و فريمون هاد الماسك هذا باردون هاد المقشر فاش كنديروه يعني فاش كتخرجوا من الحمام، انا فاش كنديرو يعني كنحاول نديرو غير بيديا يعني جو فروت بارتو يعني. وفاش كندير هذا يعني ما كنديرش يعني فاش كنديرو لو كور تاعي ما كنديرش الكيس، الكيس تاعنا المغربي كنديرو غير هذا، مره كندير الكيس مره كندير غير هذا. وفاش كنديرو هذا كنخرجو من لادوش من بعد ما كنغسلو يتو، ما كنحتاجوش نديرو لا كريم لو كور تاعنا باسكو فاش كنخرجو كنحسو بواحد الرطوبه هائله في يعني في لو كور تاعنا، كنحسو براسنا خفاف يعني فريمون. مقشر اللي هو ما غاليش، مكونات اللي ممكن يكونوا في اي منزل. وممكن نعوضوا الكوك بزيت الزيتون بطبيعه الحال كما كنقول لكم ديما،
كنعوضو بها زيت زيتون، كاين حتى شي مشكل. وهذا المقشر هذا انا كما قلت لكم كنستعملو حتى للوجه تاعي. وبالنسبه للوجه من بعد ما كندير ليه مقشر وكنشللو يعني كنغسلو، انا كنفضل وجهي كنديرو قبل ما كندخل الحمام يعني لادوش. من بعد ما كندير ليه مقشر وكنغسلو يعني بالماء يكون دافي ما يكونش سخون، ومن بعد كنشد هذاك فرماج لافاش كيغي كندهن به الوجه كله تاعي، وكنخلي هذوك الدرارات تاع العين هذيك ما كنقيسوها لا بماسك لا بمقشر لا حتى شي حاجه، وكنخليو هذاك الفرماج تاع كيكرم. ومن بعد فاش كنحسو به كرم فوق الوجه تاعنا كنحاولو كنخدموه حتى هو كنبقاو بحال كنحكو الوجه تاعنا بطريقه دائريه، وكنحسو بان يعني بحال الوسخ فاش كنكونو كنحكو عزكم الله بالكيس كنحسو بالوسخ كيهبط لنا من وجهنا، يعني في نفس الوقت كيبيض لنا الوجه وفي نفس الوقت كينقي لينا الوجه. يعني من بعد فاش كنديرو هاد جوج تاع الاشياء كنحسو بالوجه تاعنا يعني ولا نقي 100%. يعني ومن بعد هذيك الساعه كنديرو لا كريم دو جور. وبهذا هاد المقشر هذا يعني من بعد ما كينقي لينا وجهنا وكيرطبها وكيغديه يعني كيغدي البشره، ومن بعد هاد الفرماج هذا كيبيض لينا يعني كنكونوا درنا كاع عمليات تاع وجهنا. كيبقى غير البخار راني فيتشارك معكم الطريقه في واحد الفيديو، دابا نخلي لكم الرابط تاعو هنايا في صندوق الوصف. فايتا نشارك معكم العنايه تاع البشره تاع الوجه تاع هي هائله، ومكونات كيكونوا في اي بيت يعني هادشي ما غاليش، وزياده على هذا يعني حوايج اللي كيكونوا طبيعيين زوينين. وما نعاود لكمش واش كتخرجوا من لادوش كي كتحسوا براسكم يعني الريحه تاع القهوه وتاع الكوك تاع نواض تاع الزيت تاع الكوك عفوا يعني كتكون هائله. هنايا غادي نجي ندير اكله سريعه اللي ما كتشدش الوقت بزاف. هنا كما كتلاحظوا معايا درت بصله ودرت الربيع ودرت الثومه والملحه والزيت زيت المائده، ودرت ورقه سيدنا موسى. غادي نخليهم هنايا غادي يتشحروا. وسلقت على الجانب درت لوبيا خضريه اللي سلقتها في الماء، ومن بعد يعني درت لوغي الروز تسلق على الجانب، وحضرت هنايا السمك تاع السومو. فوالا اكله اللي هي سريعه. وهذيك الصلصه درتها بشامبينيون ودرتها بالبورو بلو بوارو لا كريم فريش. وهاد لوبيا خضريه من بعد ما تشحرت ليا البصله ضفت ليها كنور تاع يعني ضامه البنه تاع البكري، ومع صلصه تاع مطيشه تاع يعني كونسونطري تاع الطوماط، وتقلاهم مزيان. عاد ضفت ليهم اللوبيا وشحرتهم. يعني اكله اللي هي ما كتشدش الوقت بزاف وكتجي لذيذه وسريعه وخفيفه او ميم طون. هذا هو الغداء تاعنا. كنت صورت لكم مع الاسف مشى ليا هذاك الشيء اللي صورته، يعني كنت صورت الاكله من A حتى لزد ساعه ما كتبش. المهم ماشي مشكل، غادي نوريكم غير لقطات في هذا الفيديو هذا. نيت باش ما يجيش طويل مادام شاركت معكم مقشر. وهنايا من بعد ما حضرت لو بلا هنايا حضرت يعني الديسير هذا، درت هنايا الفلون تاع بيستاش. ومن بعد ما حضرته ضفت ليه القليل من لاكريم شانتيه بالنسبه للدراري الصغار، وزينتو بالشوكولا وبلي بونبون داكشي اللي كيعجبهم وبأوريو. ومن بعد هنايا في لوغوتي درت اتاي تاعنا المغربي، ودرت مع هذا الكاطو هذا لابريوش اللي كتكون عندنا موجوده هنايا في لي ماغازان يعني في مواد تاع نقولوا من نوفمبر وديسمبر وجانفي. هاد لابريوش هادي اللي كتجي رائعه، فيها غو مميز تاع الليمون، قشور تاع الليمون معسلين والزبيب. وانا عندي مع هادي كرايات كان كيجيبها الوالد فاش كنت في المغرب يعني في ديما في راس العام. وفيها بزاف تاع لي شوا، كاين اللي كيكون فيها غير السكر اون بودغ اللي كندردرو عليها من فوق كتكون ناتور، وكاينه اللي كتكون فيها واحد الصلصه، انا هادي هي مفضله عندي. الثمن تاعها بسيط بزاف، وهنايا في فرنسا كتكون ديما كتباع في ليدل، كتكون حتى في كارفور، ولكن تاع ليدل كتكون هائله.
وفي ايطاليا عندهم ما غالياش، والمانيا حتى هي الثمن تاعهم ارخص من هنايا في فرنسا. هنايا الفيديو تاعنا غادي يسالي، وغادي نخليكم على الف خير، ونضرب لكم موعد الفيديو مقبل ان شاء الله. ونتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم ويكون محفز بالنسبه للنساء اللي كيعكزوا وكينساو ريوسهم في زحمه الحياه وفي المشاغل. يعجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك وكومونتير. خليتكم على الف خير، مع الف سلامه.